ايوه يا عم محمود، السلام عليكم يا شيخ، انا احبك في وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الذي احببتني لاجلك. انا ليا سؤالين يا شيخ. السؤال قول. الاول، ازاي ان انا واحد قريب واخد واحده في الرضاعه وعارفها ان هي اخته في الرضاعه، وللاسف الشديد كل ما ربنا يكرمهم باي عيل الواد ده يتوفى. ده سؤال. تمام. السؤال الثاني، انا موظف يا فندم شيخنا، وجبت كارد على حسابي انا عشان خاطر ارض والدي، والكارد ده جبت اشتريناه بحته ارض عندنا في بني سويف، حته ارض زراعيه. ما حكم الاسلام في هذا الراي؟ اولا هو نمرة واحد، اذا كان الراجل يتجوز اخته في الرضاعة ومتأكد وعارف ان اخته في الرضاعة، هذه جريمة وهذا خطأ ولا ينبغي ان يكون، ولا يصح مطلقا لاحد ان يتزوج اخته من الرضاعة، لان سيدنا النبي قال لنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاذا كان يجوز ان يتجوز اخته من النسب من الدم، يجوز ان يتزوج اخته من الرضاعة، فهذا خطأ وهذه جريمة وهذا لا يصح ولا ينبغي، وينبغي أن يفرق بينهما، ثم يذهب كل إلى حال سبيله، والمولى عز وجل يعطي كل من عنده إن شاء الله. الحاجة الثانية، القرض طالما ضرورة فهو حلال ولا شيء فيه إن شاء الله.